اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسون 2 اللي بعنوان البوزيشن اوف ا بوينت اند ا ستريت لاين ويز ريسبكت تو ا سيركل. الدرس بتاع النهارده درس سهل جدا زي ليسون 1 بالظبط، هيتكون من جزئيه هنراجع فيها على حاجات خدناها قبل كده، وجزئيه ثانيه هناخد فيها معلومه اضافيه هي دي اللي هتبقى المعلومه الجديده علينا واللي هتساعدنا في حل مسائل البروف زي ليسون 1. لسون 1 احنا راجعنا على حاجات كتير جدا من اللي احنا خدناها قبل كده، وخدنا معلومه اضافيه اللي هي ايه؟ ان اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بتوين السنتر اوف ا سيركل والميد بوينت اوف اني كورد ان ذيس سيركل لازم تكون هذه اللاين سيجمنت بيربنديكولار تو ذا كورد، ودي كانت المعلومه الجديده اللي خدناها في لسون 1. لسون 2 هنطلع منه برضو بمعلومه جديده هنبتدي نضيفها على اللي عندنا علشان نقدر نحل بيها مسائل السيركل. يلا نبدا مع بعضينا الليسون باول جزئيه اللي هي البوزيشن اوف ا بوينت ويز ريسبكت تو ا سيركل. لو انا عندي السيركل السنتر بتاعها ام وعندي بوينت A، ايه حالات وضعيه هذه البوينت A ويز ريسبكت تو السيركل؟ يا اما هتكون اوتسايد السيركل، يا اما هتكون اون ذا سيركل، يا اما هتكون انسايد السيركل. طيب ماثيماتيكالي ازاي اعبر عن الكلام ده؟ ازاي اكتب الكلام ده في صوره ايكويشنز او انيكواليتيز؟ هو انا ايه اللي اعرفه على السيركل اللي محدده ماثيماتيكالي؟ انا محدد الراديوس اللي هو الار، وبالتالي هنريفير لوضع الاي ويز ريسبكت تو الراديوس. يبقى هنعمل ايه؟ هنشوف الديستانس اللي هي الام اي، والام اي دي نبتدي نقارنها بالراديوس اللي عندي. لو طلعت الام اي الديستانس دي كلها جريتر ذان الراديوس يبقى لازم تكون الاي بتلايز اوتسايد. لو طلع عندي الام اي equal الراديوس يبقى لازم تكون البوينت A on the circle. لو طلعت عندي الـ MA less than الراديوس يبقى لازم تكون البوينت بتلايز inside. طبعا كلام سهل جدا مفيش فيه مشاكل خالص، وهنلاقي طبعا المسائل برضو سهلة مفيش فيها مشاكل. نيجي نشوف أول example كده ونطبق سريعا على هذا الكلام. بيقول لي عندي circle M والراديوس بتاعها 5، وعندي A دي بوينت موجودة في البلين. complete the following. لو الـ MA يعني الـ distance ما بين السنتر بتاع السيركل وهذه البوينت اللي أنا ببحث وضعها، عايز أعرف وضعها فين، لو لقينا إن الـ distance دي equal 5 سنتيمترز يبقى الـ A دي بتلايز إيه؟ ده أنا عندي الـ MA قد الـ radius، وطالما قد الـ radius يبقى أكيد موجودة على السيركل، يبقى A lies on the circle. ليه موجودة على السيركل؟ because إيه؟ لأن الـ MA equal radius. طيب لو الـ MA equal 3، الـ distance between الـ center والـ point اللي أنا بدور على وضعها أو ببحث وضعها فين، لقيت الـ distance عندي 3، يبقى الـ A بتلايز إيه؟ بتلايز inside. ليه بتلايز inside؟ عشان لقينا إن الـ MA less than radius. طيب الـ MA الـ distance between الـ center والـ point اللي ببحث وضعها 6.5 سنتيمترز، يعني greater than radius، معنى كده ان هي بره، يبقى الـ A lies outside. تمام؟ ليه؟ علشان الـ MA greater than radius. طيب لو الـ MA ب 0، دي غريبة شوية، دي جديدة، يعني إيه الـ MA ب 0؟ الـ distance between الـ point M والـ point A ب 0، يبقى الاتنين على بعض، يبقى معنى كده إن الـ A وقع على الـ M، يبقى الـ A في السنتر. يبقى الـ A بتلايز انسايد ولا اون ولا اوتسايد؟ لا طبعا انسايد، هي موجوده انسايد. اند الـ A becomes ايه بقى ساعتها؟ becomes السنتر اوف ذا سيركل. وليه becomes السنتر اوف ذا سيركل؟ علشان الـ MA equal كام؟ equal 0. نيجي نشوف example 2. بيقول لي if M is a circle of radius length 5، يبقى انا عندي الـ R equal كام؟ equal 5 سنتيمترز. ايه كمان؟ والـ A is a point in the plane of the circle. ماشي. بحيث الـ MA عندي الـ MA equal 3x minus الـ A minus الـ 1. دي equation، مديها لي equation. الـ distance على هيئة function in x. Find the values of x. When A lies. عايزين الـ value بتاعت الـ x دي. لما الـ A بره السيركل، جوه السيركل، on the circle. هنحلها ازاي المسألة دي؟ هنعمل two inequalities و one equation ونحل ونشوف الـ value of x. يبقى when A
lies outside the circle لازم يكون ايه؟ لازم يكون الام ايه جريتر ذان الراديوس. هنا ام ايه لازم تكون جريتر ذان الراديوس، ما ينفعش اور ايكوال، لان لو اور ايكوال هتبقى اون ذا سيركل، يبقى لازم الام ايه جريتر ذان الار. يعني الانيكواليتي بتاعتي هتبقى 3x ماينس ال1 لازم تكون جريتر ذان الراديوس اللي هي 5. نودي النيجاتيف 1 هنا، ده معناه ان ال 3x جريتر ذان ال6. نعمل ديفايد 3، يبقى انا عندي زين الاكس هتبقى جريتر زين كام؟ 2. الاكس جريتر زين 2 معناها ايه؟ معناها ان الاكس بتبلونجز تو الانترفال من اول ال 2 لحد الانفينيتي. يبقى الاكس لو خدت اي فاليو جريتر زين 2 لحد الانفينيتي على طول تبقى البوينت ايه بتلايز اوتسايد. طيب تاني شرط عندي هو ان ايه لايز انسايد ذا سيركل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الام ايه للزان الار. وفي الحاله دي الانيكواليتي بتاعتي هتكون ايه؟ هيبقى ال 3x ماينس 1 للزان الايه؟ للزان ال 5، اقل من الراديوس عشان تبقى ايه واقعه جوه السيركل. بس ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، الانيكواليتي دي على هذا الشكل الليفت هاند سايد ده اي فاليو ياخدها للزان ال 5 هتحقق، ومن هذه الفاليوز لو خد نيجاتيف، لكن انا ما ينفعش المقدار ده ياخد نيجاتيف لان دي ديستانس. يبقى لازم اعمل انذر كونسترين يظبط لي الكونديشن ده اللي هو ايه؟ لازم تكون هذه الفاليو جريتر ذان اور ايكوال ايه؟ زيرو. يبقى ناخد بالنا قوي في المسائل دي في الجزء بتاع انسايد السيركل ما بسيبهاش مفتوحه للزان الراديوس وخلاص، لازم احط انذر كونسترين جريتر ذان ايكوال زيرو. طيب هنأد 1 في البوث سايدز بلس 1 على الهول انيكواليتيز، يبقى انا عندي هنا 3x زين 5 بلس 1 يديني 6، وهنا جريتر زين اور ايكوال ايه؟ ال 1 يروح هنا يديني ايه؟ يديني 1. يلا ديفايدد 3، يبقى انا عندي الاكس جريتر زين اور ايكوال 1 اوفر 3 ولس زين 6 ديفايدد 3 يديني ايه؟ يديني 2. يبقى انا قدرنا نوصل ان الاكس عندي هتبلونج لمين؟ هتبلونج لل 1 اوفر 3 كلوزد، لان هي لو خدت ال 1 اوفر 3 هتبقى الام ايه بزيرو. الله، طب وهل الزيرو انسايد؟ ايوه الزيرو هي جوه الايه؟ جوه السيركل بالفعل، ولكن هتتحول للسطر. وال2 كده. طيب ثالث حاجه هو ان الايه لايز اون ذا سيركل. دي اصبحت ايكويشن، يعني ال 3x ماينس 1 ايكوال كام؟ ايكوال ال 5 اتسلف. يبقى ال 3x ايكوال ده يروح هنا بالبوزيتيف، يبقى ايه؟ يبقى 6. ده معناه ان الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 2. يبقى ات اكس ايكوال 2 الايه بتلايز اون ذا سيركل. يبقى الاكزامبل ده مع انه سهل، لكن في حته مهمه جدا ممكن اي حد يغلط فيها، ان انا وانا بجيب الانسايد السيركل لازم اتاكد ان انا عامل الكونسترين ده. ليه؟ هي فعلا الام ايه لزن الار، ولكن الام ايه جريتر زن ايكوال زيرو. دي مهمه قوي دي، هي لزن الار من ناحيه ومن الناحيه الثانيه جريتر زن ايكوال زيرو. طيب نيجي نشوف الجزئيه اللي بعد كده اللي هي البوزيشن اوف ستريت لاين ويز ريسبكت تو ا سيركل. احنا شفنا من شويه وضع البوينت A. طيب البوينت A دي لو جينا عملنا عندها ستريت لاين بيربنديكولار مع الام A. ليه بيربنديكولار؟ لان انا لما باجي اشوف وضع الستريت لاين مع السيركل لازم يكون في حاجه هستند عليها او هقارن بيها. الحاجة الوحيدة اللي اقدر اعرفها وتبقى ثابتة معايا واشتغل عليها اللي هي البربنديكولار ديستانس. يبقى اول حاجة عندي لو لقينا ان الام اي اللي هي البربنديكولار ديستانس بتوين السنتر اوف ذا سيركل والستريت لاين لو لقيتها اكبر من الار، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هذا الستريت لاين موجود اوتسايد السيركل. ده طبيعي زي ما انتم شايفين كده. ويبقى هذا الستريت لاين لما يحصل له انترسكشن مع الام يديني 5 ولا نقطة مش مشترك معاها خالص. وكذلك لما بيجي يحصل له انترسكشن مع السيرفس اوف السيركل لازم يديني برضه 5. طيب لما يكون عندي بقى الام اي ايكوال ار، والحاله دي تهمني قوي لان تقريبا كل الشغل بعد كده على الحاله دي، بيحصل ايه في الحاله دي؟ بيحصل ان الستريت لاين بيبقى على هذه الوضعيه، بنسميه تانجنت. تانجنت يعني مماس، يعني بيمس الدايره، جاي بيلمسها.
وضعية التانجنت دايما لازم تكون بيربنديكولار على الراديوس، وبنسمي البوينت ايه؟ بنسميها البوينت اوف تانجنسي، النقطة اللي حصل عندها التماس ما بين الستريت لاين والسيركل. وبالتالي هذا الستريت لاين لما يحصل له انترسكشن مع السيركل بنقول ان هو في البوينت اللي اسمها ايه، وكذلك لما بيحصل له انترسكشن مع السيرفس اوف السيركل برضه في البوينت اللي اسمها ايه. وكنا قلنا في ليسون 1 ان السيرفس بتاع السيركل هي كل النقط اللي جوه بالاضافه للنقط اللي موجوده على السيركمفرنس بتاع السيركل. الحاله الثالثه عندي ان لما يكون الام اي اللي هي البربنديكولار ديستانس بتوين السنتر وهذا الستريت لاين للزن الار، زي ما انتم شايفين تبقى الرسمه كده، يتحول هذا الستريت لاين لسيكنت. يعني ايه؟ يعني ستريت لاين بيقطع للسيرفس بتاع السيركل. لما بيجي يقطع عند السيركل بيقطعها في كام نقطه؟ بوينت اسمها اكس وبوينت اسمها واي، لان احنا قلنا ان السيركل مجموعه البوينت اللي بره، يبقى الستريت لاين انترسكشن السيركل ام اكس وواي. لكن لو قلنا هذا الستريت لاين انترسكشن السيرفس، لا هيديني كل اللاين سيجمنت دي بالاضافه للاكس وواي، يعني هيديني اللاين سيجمنت اكس وواي. وبنسمي الاكس واي في الحاله دي الكورد اوف انترسكشن، يعني هنا حصل انترسكشن في كورد، هنا حصل في بوينت، هنا ما حصلش عندي اي انترسكشن. ثلاث حالات طبعا سهلين. نخرج من هنا بحاجتين، ان انا عندي في حاجه اسمها تانجنت، والتانجنت ده لازم يكون بيربنديكولار على الراديوس، والسيكنت عندي بيقطع السيركل في لاين سيجمنت، بنسميه الكورد اوف انترسكشن. اكزامبل 3 بيقول لي ليت ام بي ا سيركل اوف راديوس لينث 5 سنتيمتر واللاين سيجمنت ام اي بيربنديكولار اون ذا ستريت لاين ال هوير اي بتبلونجز تو ال، يعني تطبيق على الجزئيه اللي فاتت. كومبليت ذا فولوينج، لو الاي ام 5 سنتيمتر يعني الديستنس من اول السنتر بتاع السيركل والبوينت ال على ستريت لاين 5 يعني زي الراديوس بالظبط، يبقى الستريت لاين ال ماله؟ ده هيكون ايه؟ ده هيكون تانجنت للسيركل، يبقى زين ذا ستريت لاين ال از ا تانجنت تو ذا سيركل. طيب لو الـ AM equal 5 root 3، طبعا root 3 greater than 1 times 5 هيديني value greater than 1، معنى كده ان هو بره، بره السيركل، يبقى الـ straight line ده ايه؟ هيبقى lies straight line L lies outside the circle. طيب هنا الـ AM equal 5 over 2، معنى كده ان الـ straight line ده موجود جوه السيركل، بنسميه ايه؟ كنا بنسميه secant، يبقى الستريت لاين ال از ا سيكنت تو ذيس سيركل. نيجي نشوف الجزئيه دي ونفهم التو ستيتمنتس دول كويس عشان ممكن يكون لنا في الكومبليت. التانجنت تو ا سيركل ماله؟ بيربنديكولار تو ذا راديوس درون فروم ذا بوينت اوف تانجنسي، يعني ادي التانجنت بتاع السيركل ده لازم يكون بيربنديكولار هنا كده عند البوينت ايه. تمام. الستيتمنت الثانيه، لو انا عندي ستريت لاين بيربنديكولار على الراديوس يبقى لازم يكون تانجنت لهذه السيركل. ذا ستريت لاين ويتش از بيربنديكولار تو ذا دايامتر اوف ا سيركل ات وان اوف اتس اند بوينتس از ا تانجنت تو ذا سيركل. تمام. ده باختصار ما تعنيه هذه الرسمتين، يعني انا عندي حاجتين متلازمتين مع بعض. لو انا عندي تانجنت لازم يكون بيربنديكولار مع الراديوس. طبعا بيكون في مسائل كتير قوي على الجزئيه دي. نيجي نشوف الاكزامبل ده. بيقول لي في الاوبوزيت فيجر انا عندي الاي بي ده ديامتر، وبيقول لي الستريت لاين ال تانجنت ات اي، الستريت لاين الثاني اللي هو الكي تانجنت ات بي. بروف ان الستريت لاين ال اللي هو ده بارلل لمين؟ لكي. طبعا سهله جدا، هو بيقول لي ان هو تانجنت، هنقول سينس ان الستريت لاين كي is tangent to the circle at B يبقى زين ال MB ده perpendicular over mean over ال K. ده معناه ان ال measure of angle B equal كام؟ equal 90 degrees اللي هي دي. و since ان ال straight line L is tangent to the circle at A وسنس ان الستريت لاين ال از تانجنت تو ذا سيركل ات اي، يبقى زين الام اي
اللاين سيجمنت ام اي بيربنديكولار اوفر الاي ال ال، يعني الميجر اوف انجل اي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. طيب وسنس ان الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي ايكوال 180، وسنس ان الميجر اوف انجل اي بلس الميجر اوف انجل بي ايكوال 180 ديجريز and they are from the same side with transversal AB. يبقى على طول الـ straight line L is parallel to الـ straight line. ومن هنا نأكد على الفاكت ان اي تو تانجنتس مرسومين على الاند بوينتس بتاعت الدايمتر لازم يكونوا هما الاثنين ايه؟ لازم يكونوا بارل. اكزامبل 5 بيقول لي في الاوبزيت فيجر الاي بي از ا تانجنت. طالما شفت كلمه تانجنت اعرف ان انت عندك رايت انجل. طب هو تانجنت فين؟ تو ذا سيركل ات ذا بوينت بي. يبقى اجي عند البوينت بي كده واعمل ايه؟ واعمل رايت انجل. اوكي؟ طيب وبيقول لي الاي ام لاين سيجمنت انترسكتد السيركل ام في بوينت اسمها سي والميجر اوف انجل اي 30. بيقول لي بروف ان الاي سي، الاي سي ده قد مين؟ قد البي سي ده. المساله دي سهله وليها اكتر من حل، يعني ممكن تتحل باكتر من طريقه. ممكن نقول ان الترينجل ده رايت وده اوبوزيت للانجل 30، يبقى ده ايكوال هاف الهايبوتنيوز. وطالما ده هاف الهايبوتنيوز وانا عندي ده راديوس وده راديوس، يبقى اكيد دي قد دي، يبقى دي قد دي قد دي. طب ده ميديان، المفروض ده كده ميديان. الميديان ايكوال ايه؟ ايكوال هاف الهايبوتنيوز برضه، يعني ده قد ايه؟ نص نص ده، يعني ده قد ده كده ثبت. ممكن اثبت بطريقه ثانيه، انا عندي ده 36 ترينجل، ليه دي 30 ورايت؟ يبقى دي اكيد 60. لما تكون دي 60 وده عندي المفروض ده كده قد ده كده، ليه ده ار وده ار، يبقى الاثنين دول قد بعض. متبقي من 180 و120 نقسمها على الاثنين دول، يبقى هنا 60 وانظر ايه 60، وعندي رايت يبقى دي ايه 30. عندي اكتر من سوليوشن للمساله. طيب نبدا المساله ازاي؟ سينس ان الاي بي از ا تانجنت اد بي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي ام ايكوال 90 ديجريز، وان تراينجل اي بي ام الميجر اوف انجل اي ام بي ايكوال معانا 180 ماينس 90 بلس 30 اللي هي 180 ماينس 120 اللي هي 60 ديجريز. طيب نخش بقى على الترينجل ده، ان ترينجل بي ام سي ماله؟ سنس ان الام سي ايكوال ام بي، يبقى زين الميجر اوف انجل ام سي بي هي ايكوال الميجر اوف انجل ام بي سي. كل واحده منهم هتيكوال كام؟ ال 180 ماينس ال 60 اللي هو الفرق ما بين 180 و60 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2 اللي هي 60 ديجريز. يبقى لما تكون دي 60 يبقى دي ايه؟ 90 ماينس ال 6 ايكوال 30. يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي هتيكوال معانا 90 ماينس ال 60 which is 30 degrees. يبقى في الترينجل اي بي سي ان ماله؟ سنس ان الميجر اوف انجل اي بي سي بتيكوال الميجر اوف انجل بي اي سي ايكوال 30 degrees، يبقى زين ال A C equal ال B C. يلا اللي بعد كده مسألة التراي، بيقول لي ال B D and ال C D are two tangents to circle M at B و C. يبقى انت عندك عند ال B right وعند ال C right على طول. عند ال B كده في right angle وعند ال C في right angle. اوكي ايه تاني؟ بيقول لي ان ال B A ده diameter والانجل دي 50. عايز ايه؟ عايز الميجر اوف انجل بي دي سي، عايز البي دي سي، عايز الانجل دي. واضح ان انا عندي الاثنين دول، لو جبت دي هقول 360 ماينس الايه؟ ماينس التوتال. يبقى انا بدور على مين؟ بدور على دي. طيب قلت لكم حاجه مهمه قوي
في الليسون الاولاني، لما تبص على المساله كده وتلاقي ان انت كده محتاج كمان معلومه او المعلومات ناقصه، على طول تسال نفسك فين الايزوسلس، روح طلع كل الراديوس اللي عندك في السيركل. هتلاقي عندك ادي راديوس اهو، وادي راديوس اهو، وادي راديوس اهو، يبقى انا عندي الايزوسلس اهو. يبقى دي لما تكون 50 يبقى دي 50 زيها، يبقى دي 80 يبقى دي 100. خلاص حلينا المساله كده. يبقى نتفق مع بعضينا، ما تنساش لما تلاقي نفسك عطلت في مسائل السيركل روح دور على كل الراديوس، عشان هتلاقي ايزوسلس كده مستخبي وانت مش واخد بالك منه. طيب نعمل ايه؟ هنقول سينس ان البي دي اند السي دي ار تو تانجنتس، يبقى زين الميجر اوف انجل ام بي دي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام سي دي هت ايكوال 90 ديجريز. وفي التريانجل ده عندي السايد ده ايكوال السايد ده، وان تريانجل اي ام سي سينس ان الاي ام ايكوال سي ام ايكوال ار، زين الميجر اوف انجل ام اي سي بتيكوال الميجر اوف انجل ام سي اي ايكوال 50 ديجريز، يعني الميجر اوف انجل اي ام سي 180 ماينس 50 بلس ال 50 which is 80 ديجريز. جبنا دي 80، يبقى زين الميجر اوف انجل سي ام بي ايكوال 180 ماينس ال 80 which is 100 ديجريز. يلا نتكلم بقى على الشكل ده، المفروض كل الانجلز اللي جواه 360. يبقى ان ام سي دي بي الميجر اوف انجل بي دي سي اللي هو عايزها هتيكوال 360 ماينس 100 بلس 90 بلس 90 اللي هي 80 ديجريز. يبقى الدرس بتاعنا النهارده كل المعلومه الجديده اللي خدناها فيه ان التانجنت عندي هيعمل انجل رايت مع الراديوس. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف اكسرسايز 2. بيقول لي اسيركل ام از اوف راديوس 8، الاي بوينت في البلين كومبليت، الام اي اف الام اي ايكوال 10 يعني الديستانس ما بين السنتر والبوينت اي دي جريتر ذان الراديوس، يبقى اكيد الاي لايز ايه؟ اكيد اوتسايد ذا سيركل، يبقى اوتسايد. طيب لو الام اي ب 8 قد الراديوس بالظبط يبقى الاي لايز ايه؟ اون ذا سيركل. طيب الام اي ب 5 روت 2، 5 روت 2 ليس ذان ال 8 يبقى الاي هتلايز انسايد ذا سيركل. طيب لو الام اي ب 0 يبقى معنى كده ان الاي موجوده على الام، يبقى الاي لايز انسايد ذا سيركل اند اتس ريبريزنتد باي ايه؟ ذا سنتر اوف ذا سيركل. يلا اللي بعديها complete the following. If the straight line L intersection circle M equal phi، يبقى الستريت لاين L lies ايه؟ phi يعني ما بيمرش بالسيركل اصلا، يبقى اكيد lies outside the ايه؟ the circle. طيب لو الستريت لاين L intersects circle M at two points A و B، معنى كده ان هو secant دخل فيها قطعها في نقطتين. زين الستريت لاين L intersection surface، ناخد بالنا من كلمة surface، ما قاليش السيركل، لو كان قال السيركل يبقى الايه؟ السيركل اللي بره بس مش النقط اللي جوه. لكن هو بيسالني عن الانترسكشن مع السيرفس كله، يبقى لازم يكون الكورد اي دي. لكن لو قال لي هنا سيركل هنحط هنا سيت ونحط جواها البوينت اي والبوينت بي بس. اللي بعد كده التانجنت تو ا سيركل از بيربنديكولار تو ايه؟ تو الراديوس درون فروم ذا تانجنسي بوينت تو ذا راديوس. طيب
The straight line which is drawn perpendicular to a diameter of a circle at one of its ends is A. لازم يكون tangent للcircle دي is a tangent to this circle at that point. يلا اللي بعد كده. The two tangents to a circle at two end points of a diameter of it are A. نغني عليها مسألة or parallel. يلا اللي بعد كده. عندي M is a circle with circumference 8 by وال A point on the circle. يبقى ال M equal كام؟ أولا لازم أجيب ال R. يقول لي circumference 8. احنا اتفقنا لما يجي لي قانون أكتبه. يعني قال لي circumference ده عبارة عن 2 by R. مدهوني بكام؟ 8 by. الباي راحت مع الباي يعني الار ايكوال 8 ديفايدد 2 اللي هي 4 سنتيمتر. طب الاي عندي بيقول لي موجوده اون ذا سيركل يبقى لازم تكون الام قد الار يبقى هنا الام ايكوال كام؟ 4 سنتيمتر. اكسرسايز 3 بيقول لي اف ام از ا سيركل ويز راديوس لينس 7 واللاين سيجمنت ام اي بربنديكولار اون الستريت لاين ال والاي بتبلونجز تو ال. يعني عندي ستريت لاين في نقطه عليه اسمها اي والام اي بربنديكولار على الستريت لاين عند النقطه دي. كومبليت. اف الام اي ايكوال 4/3 يبقى الستريت لاين ال ايكوال كام؟ نجيب ال 4/3 على الكالكوليتر هنلاقيها لسه 7 يبقى ال ده لازم يكون ايه؟ يكون سيكنت. يبقى ده از ا سيكنت تو ذيس سيركل. طيب لو الام اي ب 3/7 يبقى الستريت لاين ايه؟ اولا 3/7 جريتر ذان 7 لما نيجي نجيبها على الكالكوليتر يبقى الستريت لاين ال lies outside the circle. طيب لو twice m a minus 5 equal 9 يبقى ايه وضع الستريت لاين؟ انا عندي twice m نودي دي الناحيه الثانيه يعني twice ال m a هت equal 9 plus 5 اللي هي 14 يعني ال m a equal 14 divided to which is 7 centimeters. يبقى واضح ان ال L ده is a tangent. ليه؟ علشان الام ايه؟ ب 7 والراديوس عندي ب 7. يلا اللي بعديها. لو الستريت لاين ال انترسكتس السيركل ام ناخد بالنا انترسكتس ام والام ايه ايكوال 3 اكس ماينس 5 يبقى الاكس بتبلونجز تو ايه؟ هو بيقول لي انترسكت يعني هو سيكنت يعني دخل جوه. دخل جوه يعني لزن 7 هو لو 7 هيبقى تانجنت. يبقى انا لازم القيمه دي اقول كده 3 اكس ماينس ال 5 هتبقى لزان لزان 7 وناخد بالنا احنا قلناها قبل كده وجريتر زان اور ايكوال ايه؟ 0. دي اهم حاجه. ده يوصلني ان ال 3 اكس هتبقى جريتر زان اور ايكوال نيجي هنا ده يبقى 5 وهنا لزان الايه؟ نودي ال 5 هنا بالبوست يبقى 7 بلس ال 5 ب 12 يبقى معنى كده ان الاكس جريتر زان اور ايكوال 5 ديفايدد 3 لزان اند لزان ايه؟ لزان 4. يبقى انا عندي الاكس هتبلونجس لايه؟ هتبلونجس للانترفال اللي هي 5 ديفايدد 3 اند وال 4 وال 4 دي اوبن. يلا اللي بعديها الستريت لاين ال تانجنت. طالما تانجنت يبقى لازم الفاليو دي تيكوال كام؟ تيكوال 7 يعني الاكس سكويرد ماينس 2 ايكوال 7 يعني الاكس سكويرد ايكوال 7 بلس 2 اللي هي 9 يعني الاكس ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت 9 ويتش از ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف 3. يبقى الاكس عندي هتبلونجز لايه؟ للنيجاتيف 3 وال 3. يلا اللي بعد كده. شو ذا كوركت انسر فروم ذوز جيفن. الام سيركل الديامتر بتاعها 6 يعني الراديوس عندي ايكوال 3. الاي بوينت اون ذا سيركل يبقى لازم تكون الام اي بكام؟ ب 3. اللي بعديها عندي ستريت لاين ال تانجنت للسيركل والديامتر بتاعها 8 يبقى الراديوس بتاعها از 4. وطالما تانجنت يبقى اكيد ايه؟ البوينت لايز اون ذا سيركل. زين ال L is at a distance of A from a center طبعا 4. اللي بعديها a circle M is of radius length 5. ال A is a point outside يبقى ال M ايه بكام؟ لازم حاجة أكبر من ال 5 يبقى ال 8. الديامتر للسيركل 8 يبقى واضح إن الراديوس عندي is A is 4. يقول لي الديامتر أترجم الراديوس على طول. And the straight line L is at a distance of 3. واضح ان هو سيكن اللي جوه السيركل.
يبقى الستريت لاين ال ده ايه، تانجنت ولا اوتسايد السيركل ولا اكسس اوف سيمتري ولا اسيكانت تو ذا سيركل؟ طبعا اسيكانت تو ذا سيركل. اللي بعد كده الام از ا سيركل اتس ديامتر لينس 14 يعني الراديوس عندي ب 7 والام ايكوال كذا والاي از ا بوينت اون ذا سيركل. طالما اون ذا سيركل يبقى هنساوي 2x بلس 3 بال 7 يعني ال 2x ايكوال 7 ماينس 3 يعني 2x ايكوال 4 يعني الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 2. الاكس ايكوال 2 بيقول لي الام سيركل وراديوس 7 الاي بوينت في البلين ومديني الام ايه اهي والاي اوتسايد. طالما اوتسايد يبقى 2x ماينس 3 جريتر ذان 7. امتى كنا بنحط جريتر ذان اور ايكوال 0؟ لما يقول لي انسايد. نودي الناحيه الثانيه يعني ال 2x جريتر ذان 10 يعني الاكس جريتر ذان 5. ولما تكون اكس جريتر ذان 5 يبقى هنختار دي. يلا اللي بعد كده اي بي ديامتر لسيركل ام الاي سي والبي دي ار تو تانجنتس للسيركل. يبقى ايه وضع الاي سي مع البي دي؟ لازم يكون هما الاثنين بارل لبعض. اكسرسايز 8 a circle is of a circumference 6 by and the straight line l is distant from its center by 3. يعني ال l بيبعد عن السنتر ب 3 وبيديني circumference زين الستريت لاين ده ايه؟ اولا لازم نجيب الار. يقول لي السيركمفرنس يبقى على طول 2 باي ار ايكوال 6 باي. الباي هتروح مع الباي يبقى انا عندي الار ايكوال 6 ديفايدد 2 which is 3 سنتيمترز. هو بيقول لي ديستانت فروم السنتر باي 3 يبقى لازم يكون تانجنت. اللي بعد كده الاريا بتاعت السيركل 16 باي اي بوينت في البلين ومديني ام اي ب 8. يبقى الاي دي لايس فين؟ لازم نجيب الار. هنا مديني الاريا يبقى القانون بتاع الاريا باي ار سكويرد ايكوال كام؟ ايكوال 16 باي. الباي راحت مع الباي يعني الار ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت الاي 16 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف 4 يعني الار ايكوال 4 سنتيمتر. طيب كده جبنا الريدس بتاع السيركل 4. بيقول لي الاي موجوده بحيث ان الام ايه ب 8 يبقى لازم طبعا الاي دي تكون لايز اوتسايد يبقى اوتسايد الايه السيركل. اللي بعديها ام از ا سيركل ويز ا ديامتر لينس 8 ديامتر 8 يبقى الراديوس على طول بكام؟ ب 4. بيقول لي الستريت لاين ال از اوتسايد السيركل يبقى الديستانس بتوين السنتر اوف السيركل اند الستريت لاين بتبونجز تو ايه؟ لازم تكون الديستانس جريتر ذان 4 ما ينفعش تاخد ال 4 وبتكمل معاها بقى لحد الانفينيتي. يبقى هنختار اللي تشويس A. A circle with diameter length 2x plus 5 وال straight line L distant at كذا from the center. يبقى ال straight line is A. طيب لازم نجيب ال radius. ال radius R عندي هي equal كام؟ 2x plus 5 divided 2. لو عملنا divided 2 هيبقى x plus 5 divided 2 اللي هي 2.5. ال radius x plus 2.5 والستريت لاين ديستانت عند x بلس 2 يبقى طبيعي الx بلس 2 لزان x بلس 2.5 يبقى هو على مسافه اقل من الراديوس r يبقى لازم يكون جوه السيركل يبقى هيكون ايه سيكنت للسيركل. اللي بعد كده يقول لي يوزنج ايتش اوف ذا فولوينج تشوز كوركت انسر. هنا طبعا هنحل على طول. بيقول لي الاي بي تانجنت يبقى دي كده عندي رايت. عايز الميجر اوف انجل ام ده لما يكون ايزوستس ودي رايت يبقى الاثنين دول 90 يبقى دي 45 ودي 45. الاي بي تانجنت خلاص دي رايت كده اهو دي 30 ودي 60. عايز الام بي ايكوال كام؟ الام بي مديني الاي ام ب 6 السايد الاوبوزيت لل 30 هاف الهايبوتنيوز يبقى دي 12. اللي بعد كده الاي بي ديامتر للسيركل والسي اي والسي دي تاتش السيركل ات اي ودي يبقى انا عندي هنا دي رايت ودي رايت. عايز الميجر اوف انجل سي دي 50 يبقى دي 130 يبقى لازم دي تكون كام؟ تكون 50 عشان دي ودي دي 180 مع الاثنين التانيين دي 160 يبقى دي 50 ديجريز. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي الاي بي تاتش ام ات اي يبقى انا عندي دي كده رايت وبيقول لي الام بي انترسكتد السيركل في سي ومديني الاثنين دول قد بعض. عايز الميجر اوف انجل بي. ناخد بالنا في المساله دي ان انا عندي الام سي قد الام اي الاثنين راديوس وطالما السايد ده هاف السايد ده يبقى لازم تكون الانجل دي ايه 30 لان في التريانجل رايت السايد الاوبوزيت لل 30 ايكوال هاف الهايبوتنيوز يبقى انا عندي الميجر اوف انجل بي از 30.
exercise 5 بيقول لي if AC touches the circle M at A، ادي ال AC touches at A يبقى دي كده right. وبيقول لي دي ده ميد بوينت للكورد، يبقى واضح ان دي كده رايت. ليه؟ ان ده لسون 1 لاين سيجمنت جايه لي من السنتر راحه للميد بوينت، لازم تكون بيربنديكولار، يبقى ده كمان كده رايت. طيب دي كده 50، يبقى ده كده ايه 40. طيب هو عايز ايه؟ عايز البي اي ام، البي اي ام، واحنا جبنا دي 40 ودي رايت، يبقى دي كام؟ دي 50. يلا اللي بعد كده. الام از ا سيركل، بيقول لي الاي بي تانجنت كومبليت. هنا عندي الاي بي ده تانجنت، يبقى دي كده رايت انجلد، دي كده رايت. 125 احط عليها كام تبقى 180، يبقى دي كده 55. طيب 55 فاضل لها كام تبقى 90، فاضل لها 35، يبقى دي كده 35 ديجريز. طيب يلا هنا الام اي بيربنديكولار اوفر الاي بي، يبقى دي كده رايت. وعايز ايه؟ اي دي بي، اي دي بي، عايز الانجل دي. طيب دي 30 يبقى دي اكيد 60. لما تكون دي 60 دي كده ستريت، يبقى دي كده 120. لما تكون دي 120 ناخد بالنا ان ده كده وده كده الاثنين ار. 120 فاضل لها 60، 180. ال 60 هيتقسم هنا وهنا، يبقى دي 30 ودي كده ايه 30. هو طالب ايه؟ اي دي بي، اي دي بي يبقى 30. وزي ما انتم ملاحظين معظم المسائل لازم الاقي فيها كده ايه تراينجل ايزوستس. طب يلا دي كده رايت، لما تكون دي 50 يبقى دي كده 40، الاي ميد بوينت هنا يبقى دي كده رايت، دي 40 يبقى ده كده ايه 50. هو عايز ايه؟ عايز اي ام اي، اي ام اي، عايز دي، يبقى لما تكون دي 50 يبقى دي 130. اللي بعديها دي كده رايت، عندي 6 و 8 مشهوره قوي، يبقى دي كلها 10، كل دي من اول البي لحد الام. هو طالب ايه؟ طالب البي دي، طالب الحته دي. طب دي اجيبها ازاي؟ طب ما احنا عارفين ان الراديوس 6 يبقى اكيد دي 4. يلا هنا ده تانجنت، يبقى ده كده ايه؟ ده كده رايت، يبقى كده 30، وهنا برضو 30. ليه 30؟ عندي ده ايزوستس وده نازل من الفيرتكس، يبقى دي كمان 60. عايز البريمتر للترينجل اي بي سي، عايز البريمتر بتاع اي بي سي بتاعه كله. طيب دي 30 يبقى ده كده هاف الهايبوتنيوز، يبقى دي كده 20 ودي كده 20 ودي كده 10، هيبقى 60 سنتيمتر. طيب يلا هنا عايز البريمتر بتاع اي بي ام دي. طيب دي كده رايت ودي كده رايت، ده 3 5، يبقى ده اكيد 4. الفيموس تريانجل 3 4 5 5 12 13، يبقى انا عندي 12 25 25 وعليها 7 يبقى 32. اللي بعد كده يقول لي في الاوبوزيت فيجر البي سي تانجنت، بروف ان الدي اي، الدي اي ايكوال دي ام. هنا هنبتدي بقى نكتب البروف، سينس ان البي سي از ا تانجنت، يبقى زين الميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال 90 ديجريز. دي اول حاجه هنعملها. وسنس ان دي ميد بوينت، يبقى زين ام دي بيربنديكولار اوفر اي اتش، يبقى دي كده برضو ايه رايت، ودي كمان رايت. ناخد بالنا بقى دي كده 45، يبقى دي كام؟ 135. يبقى دي كام؟ يبقى دي 45. ودي كده رايت، يبقى دي كام؟ يبقى دي 45. طالما التو بيز انجلز زي بعض يبقى اكيد الدي ايه زي الدي ام. نكتبها ازاي؟ هنكتب كده الميجر اوف انجل بي ام دي هتيكوال 360 ماينس 90 بلس ال 90 بلس ال 45 اللي هي كام؟ اللي هي 135. ده معناه ان الميجر اوف انجل اي ام دي هتيكوال معانا 180 ماينس 135 اللي هي 45. وان تراينجل اللي هو اي دي ام، سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل ام،
يبقى على طول then الدي اي equal دي ام. بروبلم 8 بيقول لي في الاوبزيت فيجر الاي بي دايمتر وبيقول لي الاي سي تانجنت، خلاص يبقى دي كده رايت. ومديني دي 100، بيقول لي فايند باي بروف الميجرب انجل اي سي بي، اي سي بي وسي دي ام وسي دي ام. طالما الاي سي تانجنت ابدا بيها، سينس ان الاي سي از ا تانجنت يبقى زين الميجر اوف انجل بي اي سي ايكوال 90 ديجريز، يبقى دي كده عندي ايه 90. طيب نبص في المساله، هل انا عارف دي عشان اجيب دي؟ لا. طب عارف دي؟ لا. لما تلاقي نفسك حيران والمعلومات قليله دور على الايزوسلس. ادي عندي راديوس وادي عندي راديوس، يبقى ان تريانجل بي ام دي ماله؟ سنس ان الام بي ايكوال ام دي زين الميجر اوف انجل ام بي دي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام دي بي هت ايكوال معنا 180 ماينس 100 ديفايدد ال 2 which is 40 degrees. يبقى انا عندي دي كده 40 ودي عندي كده ايه 40. هو عايز ايه؟ عايز اي سي بي. اي سي بي خلاص، يبقى دي هتيكوال 180 ماينس ال 90 بلس ال 40، يبقى ان تريانجل اي بي سي الميجر اوف انجل اي سي بي هتيكوال 180 ماينس ال 90 بلس ال 40 اللي هي 50 ديجريز. يبقى انا جبت كده ايه دي كده 50 ديجري. عايزين ايه تاني؟ عايزين سي دي ام. سي دي ام احنا جبنا دي 90 ودي كده ايه، لما تكون دي 100 يبقى دي 80 والكوادريلاترال ده كله 360 يبقى دي 360 ماينس ده بلس ده بلس ده. طيب يبقى نجيب الاول اي دي ام نضرب انجل اي دي ام ايكوال 180 ماينس ال 100 اللي هي 80 ديجريز، وان الشكل عندي اللي هو اي سي دي ام الميجر اوف انجل سي دي ام هت ايكوال 360 ماينس ال 90 بلس ال 80 بلس الايه ال 50 اللي هي هت ايكوال 148 ديجريز. طيب يلا اللي بعديها، مديني سيركل ام، مديني ده 5 الحته دي 8 ناخد بالنا اللي هي ايه الزد واي، ومديني ده 12. يقول لي بروف ان الاكس واي تانجنت، عشان ابروف ان هو تانجنت لازم ابروف ان الام اكس بيربنديكولار اكس واي. طب اجيبها ازاي؟ واضح ان انا هستعمل الكونفرس بتاع فيثاغورس. لما يكون دي 8 ناخد بالنا الام زد كام؟ الام زد 5، يبقى الام واي كلها الام واي ده بيكوال ايه؟ بيكوال 5 بلس ال 8 بيكوال 13 سنتيمتر، يعني الام واي squared equal 13 squared equal 169. طيب ال mx squared equal كام؟ equal 25 5 squared which is 25 وال xy squared equal 12 squared equal 145 since ان ال my squared equal mx squared plus xy squared. واضح جدا ان 144 plus 25 يديني 169، يبقى then الميجر اوف انجل mxy equal 90 degrees، يبقى then الxy is a tangent to the circle m at x. Exercise 10 بيقول لي each of the following figures explain why AB is tangent. طيب دي عندي 36، عندي هنا 54، الاثنين 90، يبقى 180 minus 90 يبقى دي كده ايه؟ دي كده 90، يبقى sense ان ال MAB 90 يبقى ال AB tangent. طب نيجي هنا عندي ده وده الاثنين قد بعض، طب ناخد بالنا ان ده برضك زيهم لان ده radius وده radius، يبقى ده equilateral، يبقى ده هنا 60 هنا كمان 60 هنا كمان ايه
60، ودي لما تكون 60 يبقى 120. 120 ده عندي ايزوسلس اهو، يبقى دي كده 30، ودي كده ايه 30، يبقى دي كده 90، يبقى ده بيربنديكولار على ده، يبقى الاي بي تانجنت. طب يلا هنا اول ما تبص في المساله خد بالك ان ده كده زي ده كده، والانجل دي زي دي، يبقى دي كمان زيهم. هو عايز ان الاي بي تانجنت، انا عايز اثبت ان دي كده 90. وناخد بالنا لما دي رايت يبقى دي برضو ايه دي رايت. طيب هنعتبر ان الانجل دي كده 1 والانجل دي كده ايه 2. الانجل 1 والانجل 2 الاثنين مع بعض 90، و2 زي 3 و3 زي 4، يعني 1 و2 90 و2 زي 3 زي 4، يبقى 1 و4 برضو ايه برضو 90، يبقى دي كده رايت، يبقى فعلا ده بيربنديكولار على ده، يعني الاي بي تانجنت. طيب ناخد اللي بعد كده، بيقول لي الاي بي تانجنت في السيركل ام، يبقى دي كده خلاص رايت. بيقول لي عايز اللينس اوف اي بي، عايزين الاي بي كام وعايزين الاي سي. اول حاجه سينس ان الاي بي از تانجنت، زين الميجر اوف انجل ام اي بي ايكوال 90 ديجريز، دي لما تكون 90 وده 36 ترينجلز، يبقى دي كلها كام؟ البي ام كلها 16، يبقى ان ترينجل بي اي ام سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 ديجريز والميجر اوف انجل بي ايكوال 30 ديجريز، يبقى زين البي ام ايكوال توايس الاي ام، هيكوال معانا 16 سنتيمتر. هو عايز مين؟ ده عايز الاي بي. ده كل ده 16 خلاص انا جبته كده. طب احنا عايزين ايه؟ عايزين الاي بي نجيبه ازاي؟ بالتجنومتري. انا عندي ان ترينجل اي ام بي كوزاين الانجل بي هيكوال الاي بي ديفايدد مين؟ البي ام. يبقى زين الاي بي هتيكوال البي ام كوزاين بي، اللي هي البي ام عندي ب 16 كوزاين 30 بروت 3 ديفايدد 2، ده يديني 1 ده يديني 8، يبقى هتيكوال معايا 8 روت 3 سنتيمتر. بعد كده عايز مين؟ عايز الاي سي. طب انا عندي الترينجل اي سي بي اللي قدام الانجل 30 هاف الهايبوتنيوز، يبقى ان ترينجل اي سي بي سينس الميجر اوف انجل سي ايكوال 90 والميجر اوف انجل بي ايكوال 30، يبقى زين الاي سي ايكوال هاف الاي بي اللي هو هاف تايمز 8 روت 3 اللي هو 4 روت 3 سنتيمتر. يلا اللي بعد كده، مديني السيركل دي ومديني ده ب 8 وده ب 12، بيقول لي عايز الراديوس لينس اوف السيركل. طب ناخد بالنا انا المفروض ان الام زد قد مين؟ الام اكس. وبيقول لي ان الاكس واي تانجنت، يبقى دي كده ايه؟ دي كده رايت. نشتغلها ازاي؟ نفرض نقول ده ار وده ار، ده سكويرد ايكوال ده سكويرد بلس ده سكويرد، سينس ان الاكس واي از تانجنت، يبقى زين الميجر اوف انجل ام اكس واي ايكوال 90 ديجريز، يبقى ان ترينجل ام اكس واي هنحقق فيثاغورس الام واي سكويرد هي ايكوال الام اكس سكويرد بلس الاكس واي سكويرد. الام واي سكويرد اللي هو ايه؟ اللي هو ار بلس ال 8 سكويرد ايكوال ام اكس سكويرد، يعني ار سكويرد بلس الاكس واي ب 12، يعني 144 بقت 1 ايكويشن في 1 فاريبل. يبقى انا عندي هنا الار سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند 16 ار بلس 64 ايكوال ار سكويرد بلس 144. الار سكويرد راحت مع مين؟ مع الار سكويرد. يلا نكمل هنا كده، يعني نودي ال 64 الناحيه الثانيه، يعني 16 ار
يكون 144 ماينس الايه 64، يعني 16 ار هت ايكوال، انا عندي هنا 80، يبقى الار ايكوال 80 ديفايدد 16 اللي هي 5 سنتيمتر. بروبلم 13 بيقول لي الاي بي دايمتر في السيركل ام، ادي الاي بي دايمتر، والاي سي تانجنت عند الاي، وبيقول لي السي ام راي از درون والدي از ا بوينت اون ات ساتش ذات السي ام ايكوال ام دي. بيقول لي بروف ان البي تانجنت، اولا سنس ان الاي سي تانجنت ده رايت، يبقى سنس ان الاي سي از تانجنت يبقى زين على طول الميجر اوف انجل سي اي ام ايكوال 90 ديجريز. طيب هل ممكن نستعمل الكونجرونس؟ يعني انا شايف ان الانجل دي قد الانجل دي، والسايد ده قد السايد ده، وده راديوس وده راديوس، يبقى انا عندي تو سايدز والانكلودد انجل، يبقى الثلاث شروط عندي متحققين، يبقى من الكونجرونس هنن الانجل دي ايكوال الانجل دي، وطالما ده رايت يبقى ده تانجنت. طيب هنقول كده in two triangles MAC و MBD مالهم؟ since in ال MA equal MB، ادي اول شرط. الشرط التاني in ال MC equal MD، ده given. الشرط التالت الميجر اوف انجل اي ام سي ايكوال الميجر اوف انجل بي ام دي، ليه الاثنين عندي في او اي. يبقى انا كده ذكرت الثلاث شروط المطلوبين ان التو تراينجلز ار كونجرونت، يبقى زين التراينجل ام اي سي از كونجرونت تو تراينجل ام بي دي، اند وي ديدوس فروم كونجرونس زت زت ايه الميجر اوف انجل سي اي ام بتيكوال الميجر اوف انجل دي ام بي دي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. خلاص هنقول بقى سنس ان الام بي بيربنديكولار اوفر البي دي، يبقى زين البي دي is a tangent to the circle M at B. يبقى انا كل حاجة درستها في الماضي لازم تبقى معايا في دماغي وحاضرة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الاي بي والاي سي ار تو تانجنتس في السيركل ام، يبقى انا عندي دي كده رايت ودي كده رايت، ممكن ابدا بيها على طول. هقول كده سينس الاي بي اند الاي سي ار تانجنتس، يبقى زين على طول الميجر اوف انجل اي بي ام ايكوال الميجر اوف انجل اي سي ام ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. بيقول لي بروف ان الـ MA bisects الـ angle BMC. انا دايما بيبقى الكونجرونس حاضر في دماغي، يعني احنا شايفين هنا ايه؟ شايفين ان الـ MB equal MC. طلبة كتير مش هياخدوا بالهم من دي، ان ده equal ده، ده radius وده radius، دايما دي بتفوت عليكم. radius equal radius، وعندي common side وعندي الـ angle right، وانا عندي الحالة الرابعة من الكونجرونس اللي هي حالة الـ right angle RHS. طالما عندي الهايبوتنيوز وسايد خلاص انا كده حققت الكونجر. يبقى ان تو تريانجل اي بي ام واي سي ام مالهم دول؟ سينس الميجر اوف انجل اي بي ام ايكوال ميجر اوف انجل اي سي ام ايكوال 90 ديجريز. لازم اقول 90 لان دي الحاله بتاعت الرايت. ايه تاني؟ ال ام بي ايكوال ام سي. ايه كمان؟ ال ام اي از كومون سايد،
يبقى في الحالة دي ممكن نقول زين triangle ABM is congruent to triangle ACM. أنهي حالة؟ حالة ال RHS. يبقى we deduce from congruence that A the measure of angle BMA equal the measure of angle CMA. معنى كده ان ال MA بيبايسكت ال angle BMC. The measure of angle BMA equal the measure of angle CMA. يبقى زين ال MA bisects ال angle BMC. عايز ايه تاني؟ ال measure of angle BMC BMC equal كام؟ طيب انا عندي ال angle 25 يبقى ال MAC وال measure of angle MAC equal برضو 25. يبقى زين ال measure of angle BMC اللي هو عايزها هت equal 306 اللي هو الكوادريلاترال كله هيبقى minus 90 plus 90 plus A plus 50 هيبقى minus 90 plus 90 plus 50 اللي هي 130 degrees. Problem 15 بيقول لي AB is a chord of the great circle and touches the small circuits at C. يعني ده كده chord وبيتاتش ال small circuit at C. طالما بيتاتش يبقى لازم يكون perpendicular, وطالما بربنديكولار يبقى اكيد ده كده ايكوال ده كده من الليسون اللي فات. اوكي طيب, وبيقول لي الاي بي ب 8 يبقى انا عندي الاي سي ايكوال السي بي, والراديوس لينس بتاع الجريت سيركل ايكوال 5. عايز الايه الراديوس لينس اوف السمول سيركت. طبعا المساله سهله, هنقول سينس ان الاي بي تاتشز ذا سمول سيركل at C, يبقى زين ال MC perpendicular over ال AB. و since ان ال MC perpendicular over ال AB chord, يبقى زين ال C is a midpoint of ال AB. ده معناه يبقى ال AC هت equal ال CB equal 4 سنتيمتر. يبقى انا جبت السايد ده كده ب 4. وبيقول لي الراديوس لينس بتاع الجريت سيركل 5, يعني الاي ام 5 كل دي كده ايه ب 5 من فيثاغورس. الام سي ايكوال ذا سكويرد ماينس ذا سكويرد, وهيطلع طبعا 3. يبقى ان ترينجل اي سي ام سينس الميجر اوف انجل سي ايكوال 90 ديجريز. ده معناه ايه؟ يبقى زين ام سي سكويرد ايكوال اي ام سكويرد ماينس الاي سي سكويرد اللي هت ايكوال 25 ماينس 16 which is 9. يبقى الام سي عندي هت ايكوال بوزيتيف نيجاتيف روت 9 اللي هي 3 سنتيمتر. نيجي اللي بعد كده, بيقول لي في السيركل ام البي اي بارل الام سي, وبيقول لي ال y x tangent. خلاص طالما tangent يبقى ال m b ده كده perpendicular على ال y x, ومديني دي 50 خلاص اوتوماتيكلي جبت دي 40. هو طالب ايه؟ عايز ال c b x. c b x هنعمل كده, عايز الانجل دي. يبقى انا لازم اجيب الانجل دي. اجيبها ازاي؟ انا عندي ده كده parallel لده, يبقى دي 40, يبقى دي زيها ايه 40 alternate. ودايما اقول لكم في ايزوسلس معايا اهو, ده الايزوسلس اللي معايا. يبقى الاثنين دول مع بعض 180 ماينس ال 40, يبقى دي 70 ودي ايه ودي 70. وطالما دي 70 ودي كلها 90, يبقى الحته دي بس بكام؟ ب 20. يلا نكتب الكلام ده. سينس ان الاكس واي از تانجنت, يبقى زين الام بي perpendicular over ال xy, يعني ال measure of angle mbx
equal كام 90 degrees. طيب يبقى الميجر اوف انجل اي بي ام زين الميجر اوف انجل اي بي ام هيبقى 180 ماينس ال 90 بلس ال 50 اللي هتديني 40 degrees. وسنس ان الاي بي بارلل الام سي and the MB is a transversal يبقى على طول زين the measure of angle CMB هت equal the measure of angle ABM هت equal 40 degrees. طيب وان تريانجل BMC ماله سنس ان ال MB ايكوال ال MC يعني هو ايزوسلس يبقى زين الميجر اوف انجل MBC هت ايكوال الميجر اوف انجل MCB هت ايكوال 180 ماينس ال 40 ديفايدد 2 which is 70 degrees. يبقى زين على طول the measure of angle CBX had equal 90 minus 70 which is 20 degrees. Problem 17 بيقول لي DC touches the circle M at C. خلاص واضحة ان ده كده perpendicular. ايه كمان AB parallel DM ومديني ديب 80 وديب 20 بيقول لي find ECM. ECM عايز دي وطبيعي عشان اجيب دي لازم اجيب دي وعشان اعرف اجيب دي لازم اجيب دي. دي ممكن اجيبها سهله ليه دي 80 ودي 80 زيها كورسبوندنج يبقى دي 180 ماينس 80 يديني 120 يبقى دي كام يبقى دي 60 ولما تكون دي 60 يبقى دي 30. نبداها ازاي سينس ان الدي سي تاتش ذا سيركل ات سي يبقى زين ال MC perpendicular ال DC يبقى زين ال measure of angle MCD equal 90 degrees. تمام ثبتنا ان دي 90 وانا عندي ال AB parallel DM وسنس ان ال AB parallel DM وال AC is a transversal يبقى زين ال measure of angle CEM هت equal ال measure of angle CAB هت equal 80 degrees ليه الاثنين corresponding angles. طيب جبت دي كده ب 80 هقول بقى ان دي 180 ماينس ال 80 يبقى زين الميجر اوف انجل سي اي دي 180 ماينس ال 80 which is 100 degrees. خش بقى في التراينجل سي اي دي ان تراينجل سي اي دي الميجر اوف انجل اي سي دي هت ايكوال 180 ماينس ال 100 اللي انا جبتها بلس ال 20 which is 6 degrees. يبقى على طول انا عايزها الميجر اوف انجل اي سي ام هت ايكوال 90 ماينس ال 60 which is 30 degrees. يلا اللي بعديها بيقول لي البي سي تانجنت خلاص ده كده بيربنديكولار وبيقول لي البي اكس ايكوال سي واي بيقول لي بروف ان الميجر اوف انجل بي ام اي بي ام اي دي كده بت ايكوال سي ام اي عايز نثبت ان دي ايكوال دي. طيب انا عندي الام اكس ده راديوس والام واي راديوس يبقى سنس ان الام اكس ايكوال ام واي دي كده 1 والاكس بي
equal y c ده كده 2 adding 1 و 2 يبقى زين ال m x plus ال x b هي equal ال m y plus ال y c يعني ال m b كله equal m c كله يبقى ده isosceles وناخد بالنا طالما نازل perpendicular على البيز يبقى لازم بيعمل حاجتين بيبايسكت البيز وبيبايسكت الفيرتكس انجل تمام يعني هنقول سينس ان البي سي از ا تانجنت يبقى زين الام اي ده بيربنديكولار اوفر البي سي طيب ان ترانجل سي ام بي هنقول حاجتين سينس ان الام بي ايكوال ام سي ايه كمان الام اي بيربنديكولار بي سي الشرطين دول يدوني الحق ان انا اقول زين الميجر اوف انجل بي ام اي ايكوال الميجر اوف انجل سي ام اي يعني دي كده ايكوال دي كده دي احنا خدناها في بريب 2 الفيرست تير بروبلم 19 بيقول لي البي سي ده كورد في السيركل وعندي الاي زي ما احنا شايفين كده بلونجز للام اي وعندي ده ايكوال ده بيقول لي بروف ان الاي بي تانجنت عشان اثبت ان هو تانجنت لازم اثبت ان دي كده بيربنديكولار طب اثبتها ازاي لما نيجي نبص على المساله نلاقي ان ده بالظبط بس ناخد بالنا وقلتها لكم في الشرح بتاع الليسون دايما بيعمل الحركه دي عشان يرميك في سكه ان انت تاخد بالك ان ده ايزوسلس لكن هو مش ايزوسلس الرسمه دي بالذات في المساله دي ده كمان معاهم زيهم لان ده راديوس وده زيه يبقى اكيد هما الثلاثه زي بعض يبقى دي كده 60 و60 و60 ده ايكوالاترال يبقى دي 120 وهو بيقول لي الانجل دي قد الانجل دي يبقى دي كده 30 ودي كده 30 يبقى الاثنين دول 90 يبقى فعلا الاي بي تانجنت نبدا المساله ازاي نقول كده سينس ان الام بي ايكوال بي سي والام بي ايكوال ام سي يبقى زين الام بي ايكوال البي سي ايكوال الام سي يبقى زين تريانجل ام بي سي از ان ايكوالاترال تريانجل يبقى زين الميجر اوف انجل ام بي سي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام سي بي ايكوال 60 ديجريز يبقى نقدر نجيب اي سي بي يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي هيبقى 180 ماينس 60 ويتش از 120 وان تريانجل اللي هو اي سي بي ماله سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل سي بي اي يبقى زين الميجر اوف انجل دي بقى اللي هي سي بي اي هت ايكوال 180 ماينس 120 ديفايدد 2 اللي هي 60 ديفايدد 2 اللي هي 30 ديجريز يبقى الميجر اوف انجل اي بي ام هت ايكوال ال 60 بلس ال 30 which is 90 degrees يبقى زين على طول ال MB perpendicular over ال AB يبقى على طول زين ال AB is a tangent to the circle at B نيجي اللي بعديها بيقول لي ال AB diameter ومديني ده ايكوال ده وبيقول لي سي دي تاتشز السيركل اد دي بيقول لي فايند الميجر اوف سي دي بي واضح قوي ان انا عشان استغل ان السي دي بتاتش السيركل لازم اعمل الكونستراكشن ده اوصل ده كده يبقى انا عرفت ان دي كده ايه دي كده رايت وناخد بالنا ان الام ايه هو ده برضو
ولما يكون ده قد ده وده قد ده، يعني ده هاف ده، يبقى دي كده سيرتي. ولما تكون دي سيرتي ودي 90 يبقى دي 60، يبقى دي كده 120. وما ننساش ان ده برضو قد ده برضو، يعني دي كده 30 ودي كده ايه 30، يبقى 90 و30 و100. نعملها ازاي؟ هقول كونستراكشن درو ام دي. يبقى هنقول هنا سينس ان السي دي تاتش ذا سيركل قد دي، يبقى زين the measure of angle MDC equal 90 degrees. طيب in triangle MDC ماله؟ since the measure of angle MDC equal 90 degrees، وايه كمان؟ وال MD equal half ال MC، يبقى زين the measure of angle ACD equal 30 degrees، يبقى then the measure of angle AMD هي equal 180 minus 90 plus 30 اللي هي 6 degrees. يبقى على طول the measure of angle BMD هي equal 180 minus 60 اللي هي 120 degrees. خش بقى على الترينجل اللي هو BMD، وان ترينجل BMD ماله؟ سنس ان ال MD بي equal MB، يبقى البيز انجلز قد بعض، يبقى الميجر اوف انجل MDB هت ايكوال الميجر اوف انجل اللي هي ام بي دي، هت ايكوال 180 ماينس 120 ديفايدد 2 ويتش از 30 ديجريز. يبقى على طول نقدر نقول الميجر اوف انجل سي دي بي 90 بلس 30 اللي هي 120 ديجريز. بروبلم 21 بيقول لي الاي بي دايمتر في السيركل ومديه الاريا بتاعتها، وبيقول لي الستريت لاين بي سي از درون ا تانجنت تو ذا سيركل ات بي، والميجر اوف انجل اي سي بي في 60، يعني دي كده 60. بيقول لي كالكوليت ذا اريا اوف الترينجل اي بي سي، عايز الاي بي سي الاريا بتاعتها. طبعا انا رسمت الرسمه دي، هنقول سينس ان البي سي is a tangent، يبقى زين ال MB perpendicular over ال BC straight line، يبقى زين the measure of angle ABC equal 90 degrees. كده جبت دي كده ايه 90، ومديني الاريا، وسنس ان الاريا عندي equal 36 باي، يعني الاريا اللي هي باي ار سكويرد equal 36 باي، ده راح مع ده، يبقى الار سكويرد equal 36، يعني الار بوزيتيف نيجاتيف روت ال 36، يعني بوزيتيف نيجاتيف 6. زين الار عندي equal كام؟ 6 سنتيمتر، يبقى زين الاي بي كلها equal 2 times 6 which is 12 سنتيمتر. يبقى انا جبت ده كده كله 12 سنتيمتر. وعايز الاريا بتاعت الترينجل، عشان اجيب الاريا محتاج اجيب البيز والهايت. طب اعتبرنا ده البيز يبقى ده الهايت. طيب اجيب الهايت ده ازاي؟ ايه اللي يربط السايد ده بالسايد ده مع الانجل دي؟ الفانكشن تان. يبقى انا عندي تان 60 هت ايكوال الاي بي ديفايدد البي سي، يعني البي سي هت ايكوال الاي بي ديفايدد تان 60، اللي هي هت ايكوال معانا الاي بي عندي ب 12، يبقى 12 اوفر روت 3، هيبقى تايمز روت 3 ديفايدد روت 3، الاثنين دول يروحوا مع ده يبقى 4، يبقى عندي 4 روت 3. يبقى البي سي عندي ب 4 روت 3، يبقى زين الاريا بتاعتي
half البيس تايمز الهايت اللي هي 1 اوفر 2 تايمز 12 تايمز 4 روت 3 اللي هي 24 روت 3 سنتيمتر سكوير. يلا اللي بعديها برضو انا رسمت الرسمه، بيقول لي الاي بي ديامتر في السيركل والاي سي والبي دي ار تو تانجنتس اوف السيركل، وبيقول لي السي ام انترسكتس السيركل ام اللي هو ده كده بينترسكت السيركل ات اكس دي كده اكس اند واي ودي كده واي، وبيقول لي اند انترسكتس البي دي ات اي ودي كده اي. طالب ايه؟ بيقول لي بروف ان السي اكس ان ده كده قد ده كده، عايزين نسبتها. هو مبدئيا انا عندي تو تانجنتس، يبقى انا عندي ده كده رايت وده كده ايه وده كده رايت، دي اول حاجه عندي وده كده رايت. نكتب الجزئيه دي سينس الاي سي اند البي دي ار تو تانجنتس، يبقى على طول زين الميجر اوف انجل اي بي ام هت ايكوال الميجر اوف انجل سي البوينت دي اللي هي ايه سي اي ام ايكوال 90 ديجريز. طيب ناخد بالنا بقى، التراينجل ده والتراينجل ده لما بيجي لي المساله دي اول حاجه تيجي في دماغك انت عندك انجل اهي قد الانجل اهي، وعندك ده كده راديوس وده كمان ايه راديوس، هل انا كده معايا كل الشروط بتاعت الكونجرونس؟ معايا. ازاي؟ ادي انجل ودي انذر انجل والسايد ده ان بتوين التو انجلز، يبقى دي الحاله بتاعت انجل سايد انجل. يبقى ان تو تراينجلز اللي هم اي بي ام وسي اي ام مالهم دول؟ سينس الميجر اوف انجل اي ام بي ايكوال الميجر اوف انجل سي ام اي، ليه؟ عشان هما في او اي. ايه كمان؟ والميجر اوف انجل ام بي اي بتيكوال الميجر اوف انجل ام اي سي ايكوال 90 ديجريز. وايه كمان؟ والام بي ايكوال الام اي، يبقى زين التراينجل اي بي ام از كونجرونت تو التراينجل اللي هو سي اي ام. طب نستنتج ايه؟ اند وي ديديوس ذات، هنديديوس ايه بقى؟ ان الاي ام equal cm دي كده 1. طيب وسنس ان انا عندي ال my equal ال mx، وسنس ال my equal ال mx دي كده 2، نعمل subtract 2 from 1، يبقى ال em لما اشيل منها ال my هت equal معايا ال cm لما اشيل منها ال mx، يبقى ده معناه على طول زين السي اكس هت ايكوال الواي اي، وده اللي انا عايز اثبته. بروبلم 23 بيقول لي في الاوبزيت فيجر، بيقول لي الام سيركل، بيقول لي الراديوس 5، بيقول لي الاي از ا بوينت اوتسايد السيركل، الاي دي تانجنت، والاي بي بينترسكت السيركل ات بي وسي، ومديني الاي بي ب 4 يعني الاي بي دي كده ب 4 سنتيمتر. طيب والاي سي كلها ب 12 يعني الكورد ده كده عندي ب 8 سنتيمتر. فايند الديستانس اوف ذا كورد بي سي فروم ذا سنتر، يبقى هو عايز دي كده الديستانس دي كده، وعايز الاي دي عشان استفيد من التانجنت ده لازم انزل كده، يبقى ده كده بيربنديكولار. تمام، وده طالما نزلت بيه يبقى هنزل بيه بيربنديكولار عشان اجيب الايه الديستانس. الديستانس دايما باخد البيربنديكولار ديستانس، يبقى ده كده هيبقى قد ده كده، يعني دي كده هيبقى 4 وده برضو ايه ده برضو 4. طيب انا عندي الراديوس 5، يعني انا لو عملت ده كده يبقى من التراينجل ده 4 5 قدرت اجيب دي 3 وخلصت اول ايه اول مطلوب. بعد كده عايزين نجيب الاي دي
ال A دي لازم احطه في تريانجل، نعمل الكونستراكشن ده كده. يبقى انا عندي ده كده معروف ب5، عايزين نجيب ده 3 وده 8، يبقى اعرف اجيب ده، وبعد كده هقول ده سكويرد ماينس ده سكويرد ده سكويرد، يبقى جبت ال A دي. يبقى كده كل المطالب عندي ممكن اجيبها. يبقى نكتب الكونستراكشنز. درو هندرو ايه؟ ام هنعتبر دي مثلا ام اي، درو ام اي وام سي وام اي وام دي. هنقول كده سينس الاي دي استانجنت، يبقى زين الميجر اوف انجل ام دي اي ايكوال 90 ديجريز. طيب جبت ده كده 90. نيجي نبص على هنا، وسنس ان الام اي بيربنديكولار اوفر السي بي، يبقى زين الاي از ا ميد بوينت، وهيبقى عندي السي اي هي ايكوال الاي بي ايكوال 4 سنتيمترز. طيب في الترينجل اللي هو ام سي اي، ماله الترينجل ده؟ ده رايت، سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 ديجريز، يبقى ده معناه على طول ان الام اي هي ايكوال سكوير روت ده سكويرد ماينس ده سكويرد، اللي هي 25 ماينس 16 اللي هي روت 9 اللي هي 3 سنتيمتر. وده اول مطلوب اللي هو الديستنس بتوين الكورد اند السنتر اوف ذا سيركل. طيب نيجي المطلوب الثاني ازاي؟ نجيب الاي ام في التريانجل اي ام اي، سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 ديجريز، يبقى زين الاي ام هي ايكوال سكوير روت، انا عندي ده كده ب 8، يبقى هنا عندي 64 بلس ده 3 يبقى 9، يبقى عندي روت 73 سنتيمتر. طيب يبقى انا عندي الاي دي ايكوال كام؟ هقول كده ان ترينجل بقى اللي هو اي دي ام، سينس الميجر اوف انجل دي ايكوال 90 ديجريز، يبقى زين ال اي دي هي ايكوال سكوير روت بتاع روت 73 سكويرد ب 73 هيبقى ماينس ال 5 سكويرد اللي هي ب 25 اللي هي هتبقى روت 13 ماينس ال 5 يديني 8، وعندي 6 ماينس ال 2 يديني 4، وال 48 عباره عن 16 تايمز 3 يبقى هتديني 4 روت 3 سنتيمتر. نيجي نشوف اللي بعد كده. بيقول لي determine the position of the following points with respect to circle F where a radius length is 5 length units and its center is the origin. يبقى أنا كده لازم أجيب الـ MA وأجيب الـ MB وأجيب الـ MC علشان أقدر أحدد الـ distance دي إيه علاقتها بالـ A بالـ radius اللي هو 5. طيب نيجي نجيب الـ MA هتيكوال الآتي الـ square root x2 minus x1 اللي هي negative 3 ماينس 0 سكويرد بلس 4 ماينس 0 سكويرد، على اساس ان الام عندي عباره عن 0 و0، يبقى هات ايكوال السكوير روت 3 سكويرد ب 9 بلس 16 اللي هي روت 25 اللي هي 5 سنتيمتر. وبالتالي سنس ان الام اي ايكوال ار، يبقى زين البوينت اي لايز اون ذا سيركل. طيب يلا نجيب الام بي، هيبقى السكوير روت للاتي 2 ماينس 0 سكويرد بلس 3 ماينس 0 سكويرد اللي هي السكوير روت 4 بلس 9 which is روت 13. لما نيجي نجيب روت 13 على الكالكوليتر هيطلع less than 5، سينس ان الام بي less than الار، يبقى زين البوينت بي lies inside the circle.
اللي بعد كده نجيب الام سي. الام سي هت ايكوال سكوير روت 6 ماينس 0 سكويرد بلس 8 ماينس 0 سكويرد اللي هي روت 36 بلس 64 اللي هي روت 100 اللي هي 10. يبقى سينس ان الام سي جريتر ذان الار يبقى ذان البوينت سي لايز اوتسايد ذا سيركل. بروبلم 25 بيقول لي بروف ان البوينتس A و B و C are located in circle whose center is the point M. Then find the circumference of the circle. طبعا مسألة سهلة جدا بتفكرنا بالفيرست تير. يبقى انا هجيب ال M A وهجيب ال M B وهجيب ال M C وحاسبت ان التلاتة قد بعض. يبقى انا عندي ال M A هت equal square root x2 minus x1 3 minus negative 1 يعني 3 plus 1 squared الكلام ده plus negative 1 minus 2 squared اللي هي square root 4 squared ب 16 plus هنا 3 squared ب 9 اللي هي root 25 اللي هي 5 length units. طيب ايه تاني؟ mb يبقى square root هنا نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 1 يعني نيجاتيف 4 بلس 1 سكويرد الكلام ده بلس 6 ماينس 2 سكويرد اللي هي سكوير روت 3 سكويرد ب 9 بلس 16 اللي هي روت 25 اللي هي 5 لينث يونتس. نجيب الام سي 2 minus negative 1 يعني 2 plus 1 squared الكلام ده plus negative 2 minus 2 اللي هي ال square root هنا 9 plus 16 اللي هي برضو root 25 which is 5 length units. يبقى خلاص يبقى sense ان ال MA equal MB equal MC. يبقى then A و B و C lies on the same circle M. طيب عايز السيركمفرنس بتاعنا ال 5 لينث يونت اللي هي اللي هي الراديوس. يبقى then C equal 2 by R اللي هي 2 times 3.14 times ال R عندي 5 اللي هي 10 times 3.14 اللي هي 31.4 length units. نيجي نشوف اللي بعد كده. بيقول لي السي دي is a diameter of a circle M. مديني البوينت M 1 و 1 ومديني الدي 3 ونيجاتيف 2. عايز الايكويجن of the tangent to M at C. عايز الايكويجن بتاعت الستريت لاين ده. طيب دي هجيبها ازاي؟ هل في علاقه ما بين الستريت لاين ده والستريت لاين ده؟ هما الاثنين عندي بيربنديكولار. هنسمي مثلا ده كده ال يعني سينس ال ال از تانجنت يبقى زين على طول الميجر اوف انجل مثلا نخلي دي مثلا اي اي سي ام ايكوال 90 ديجريز. يبقى لو قدرت اجيب السلوب بتاع ده اقدر اجيب السلوب بتاع ده. يبقى هحتاج نقطه اقدر اجيب السي. نقدر نجيب السي. طيب واحده واحده كده نجيب السلوب بتاع الستريت لاين ده اللي هو دي ام. الام عندي بتاع الام دي ده هيكوال ايه؟ انا عندي الكوردينيت بتاع الدي 3 ونيجاتيف 2 وبتاع الام 1 1 هيبقى عندي الواي ديفرنسز ماينس الاكس ديفرنسز. يبقى انا عندي هنا 1 minus negative 2 يعني 1 plus 2 divided 1 minus 3 اللي هي 3 divided كام؟ negative 2. يبقى ممكن اجيب كده زين السلوب عندي بتاع ال L equal negative reciprocal هي equal معايا 2 over S3. طيب محتاج ايه بقى؟ محتاج بوينت تعوض فيها عشان اجيب الاكويجن. يعني محتاج البوينت C. طب اجيب C ازاي؟ المفروض ان ال M دي mid point للايه؟ ما بين السي والدي. يعني هنفرض ان السي عباره عن اكس وواي.
الميد بوينت عندي اللي هي ام دي اللي هي 1 و 1 دي بتيكوال ايه؟ بتيكوال اكس بلس 3 ديفايدد 2 وواي ماينس 2 ديفايدد 2. معنى كده ان ده ايكوال 1 يعني الاكس بلس 3 ديفايدد 2 ايكوال 1 يعني الاكس بلس 3 ايكوال 2. ده معناه ان الاكس عندي ايكوال 2 ماينس 3 which is الاكس عندي ايكوال نيجاتيف 1. يبقى انا جبت الاكس كوردينيت بتاع السي بنيجاتيف 1. طيب وعندي ان الواي ماينس 2 ديفايدد 2 ايكوال 1 يعني الواي ماينس 2 ايكوال 2 يعني الواي ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى زين السي عندي ايكوال نيجاتيف 1 و 4. المساله دي تقريبا شغل كله الترم الاول. طيب يبقى انا عندي زين ذا ايكويشن of the tangent is y equal mx plus c اللي هي هتيكوال معانا y الام عندي ب 2 over 3 x plus c. عايزين نجيب الكونستنت c، ناخد بالنا ده مختلف عن البوينت اللي اسمها c. يبقى at negative 1 و 4 يبقى انا عندي ال 4 عندي هتيكوال 2 divided 3 times negative 1 plus mean plus c. يبقى انا عندي ال C هتيكوال هيبقى عندي 4 ده يروح نعمل بوزيتيف يبقى بوزيتيف 2 اوفر 3 اللي هي ال 4 عندي اللي هي 12 ديفايد 3 بلس 2 اوفر 3 اللي هي 14 اوفر ايه؟ اوفر 3. ده معناه ان الايكويشن بتاعتي y ايكوال 2 ديفايد 3 x بلس 14 اوفر 3. اول مساله معانا في مسائل اكسلنت بيوبلز مديني 2 كونسنتريك سيركلز ات ام والاي بي ده كورد في الجريتر 1 وبيقول لي ان الكورد ده بيتاتشز الايه السيركل الصغيره والاي بي كلها 14. عايز الاريا بتاع الانكلودد بارت اوف التو سيركلز. هنوصل طبعا ما بين الام والسي عشان نستفيد من ان الاي بي بيتاتشز السيركل ات سي. يبقى دي كده عندي بيربنديكولر. يبقى الكونستراكشن بتاعي draw MC. هنقول بقى since ان ال AB touches the smaller circle at C then ال MC perpendicular over ال A ال AB. و since ان ال AB is a chord in the greater circle وال MC perpendicular ال AB يبقى then C is midpoint. ده lesson 1. يعني دي كده المفروض ادي دي كده. هو بيقول لي ان كلها 14 يبقى دي كده 7 ودي كده ايه ودي كده 7. في الكونستراكشن هنحتاج برضو ان احنا نوصل ده كده. يبقى درو ال ام سي وكمان عندي ال ام اي. طيب انا كده عندي ده 7 وهو عايز الاريا بتاعت المنطقه اللي هي الانكلودد دي. ناخد بالنا ان الراديوس عندي للسيركل الكبيره ام اي والصغيره ام سي. طيب الانكلود اريا دي هتيكوال ايه؟ هتيكوال الفرق ما بين الاريا الكبيره ماينس الاريا الصغيره. يبقى زين the area of the part included هت equal by المفروض في m squared كلام ده minus ال by و m c squared times m c squared اللي هت equal ناخد ال by common. يبقى عندي m a سكويرد ماينس الام سي سكويرد. طيب الام سكويرد من الرسمه ماينس الام سي سكويرد يديني ايه؟ هو انا من فيثاغورس ان ترينجل اي ام سي سينس ان الميجر اوف انجل سي ايكوال 90 ديجريز. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي سي سكويرد هتيكوال اي ام سكويرد
ماينس الام سي سكويرد اللي هي ايكوال 7 سكويرد. نخلي دي كده 1 ونخلي دي كده 2 فروم 2 ان 1. يبقى على طول الاريا هت ايكوال ايه؟ ايكوال باي تايمز ال 7 سكويرد اللي هي 49 باي سنتيمتر سكوير. بروبلم 2 بيقول في الاوبزيت فيجر الاي بي راي تاتشز السيركل ات ام. طالما تاتشز السيركل طبعا زي ما احنا قلنا يبقى الام بي بيربنديكولار، السي دي دايمتر، ومديني دي باكس ودي ب 2 اكس، عايز الفاليو اوف اكس ان ديجريز. طبعا المساله دي خدنا واحده زيها من شويه في الاكسرسايزز. هنقول سنس ان الاي بي راي تاتشز ذا سيركل يبقى زين الام بي بيربنديكولار اوفر الاي بي، دي كده بيربنديكولار. ناخد بالنا في المسائل دي زي ما قلت لكم، بص على الايزوسلس، فين الايزوسلس تريانجل؟ انا عندي دي كده قد ايه؟ قد دي كده، وعندي دي زيهم كمان. ناخد بالنا، طب دي لما تكون 2 اكس يبقى اكيد دي زيها 2 اكس، يعني ان تريانجل بي ام دي سنس ان الام بي ايكوال ام دي ايكوال ار، يبقى زين الميجر اوف انجل ام بي دي هت ايكوال الميجر اوف انجل ام دي بي هت ايكوالز 2 اكس ديجريز. يبقى انا عرفت ان دي كده 2 اكس. نيجي نبص بقى على الترانجل اللي بره كله، دي معروفه ودي معروفه ودي معروفه ودي معروفه، يبقى فوت كلهم 180. يبقى انترا انجل اي بي دي الميجر اوف انجل بي اي ام بلس الميجر اوف انجل اي دي بي بلس الميجر اوف انجل اي بي دي ايكوال 180. يبقى زين 90 بلس اكس بلس 2 اكس بلس 2 اكس ايكوال 180، يعني 5 اكس ايكوال 90. ده معناه ان الاكس هت ايكوال 90 ديفايدد ال 5 اللي هي 18 ديجريز. بروبلم 3 معايا بيقول لي الام والان ار تو كونجرنت سيركلز، تو سيركلز زي بعض بالظبط، والاي بي كومون تانجنت تو ذم، والسي ميد بوينت للاي بي. بيقول لي بروف ان الاي بي بارلل ام ان، وان الترينجل ده ايزوسلس، وان ده بارلل ده. اول حاجه طبعا هنعملها الكونستراكشن ده عشان نستفيد بالتنجنسي، يبقى دي كده بيربنديكولار ودي كده بيربنديكولار. يبقى الكونستراكشن اللي عندنا درو اي ام وبي ان، وهنقول سينس ان الاي بي is tangent to the circle M و N، يبقى زين ال M A perpendicular over ال A B، وكذلك ال N B perpendicular over ال A B. نبص بقى للشكل A B N M in A B N M، ده ماله؟ الـ AM عندي المفروض ان هو equal الـ BN، لان ده المفروض ان هو R وده زيه R، equal كام؟ equal R. ايه كمان؟ دي 90 ودي 90 والاثنين interior with respect to transversal AB، يبقى الـ AM parallel BN، يعني الـ AM parallel BN. طيب عندي quadrilateral في each two opposite sides are parallel and equal، ده كان بيميز مين؟ كان بيميز الباراليوجرام. يبقى هنا زين ال A B N M is a parallelogram. حلوة جدا، طبعا جايبلنا معلومة من بريب 1 second term.
اللي هو عشان نثبت ان الشكل باريوجرام بنثبت ان each two opposite sides are equal and parallel. طب انا كده استفدت ايه؟ خلاص جبت اول مطلوب، يبقى زين ال AB parallel مين؟ NM. طيب ايه تاني؟ يقول لي اثبت لي ان ده ايزوسلس. دايما مسائل السيركل خد بالك ان ممكن يكون فيه تريانجلز كونجروانت تسهل عليا الشغل. انا عشان اثبت ان ده ايزوسلس عايز اثبت ان السي ام ايكوال سي ان. طب نبص على التريانجل ده والتريانجل ده، السايد ده زي ده وده زي ده والانكلود انجل زي بعض، يبقى الاثنين دول كونجروانت، يبقى السي ام ايكوال سي ان. يبقى ان تو تريانجلز ام اي سي والان بي سي مالهم؟ الميجر اوف انجل اي ايكوال الميجر اوف انجل بي. مش لازم اقول 90، بقول 90 في الار اتش اس بس. ايه كمان؟ اي ام ايكوال بي ان والاي سي ايكوال بي سي، ده جيفن. يبقى زين تريانجل ام اي سي ده از كونجرونت تو تريانجل ان بي سي. ونستنتج من الكونجرونس زين ان الام السي ام ايكوال سي ان، السي ام ايكوال سي ان. يبقى على طول زين التريانجل سي ام ان is an isosceles triangle. طيب نيجي المطلوب اللي بعد كده، بيقول لي اثبت ان الاكس واي parallel لده. هو انا اولا لما ثبتت ان السي ام ايكوال سي ان، يبقى انا ثبتت ان الانجل دي زي الانجل ايه؟ زي الانجل دي. هنكمل بس البروف هنا كده عشان الرسمه تبان معايا. المفروض ان انا عندي الام اكس ايكوال ان واي الاثنين ايكوال ار، وانا عندي الام اكس equal ny equal r. يبقى زين السي ام كلها minus الاكس ام دي هت equal الان سي كلها او السي ان كلها minus الان واي، لان انا عندي اصلا السي ام equal سي ان. يبقى زين نطلع من كده بايه؟ ان السي اكس equal سي واي. يبقى زين السي اكس equal كام؟ سي واي. طالما السي اكس ايكوال سي واي، يبقى زين الميجر اوف انجل هنسميها 1 ايكوال الميجر اوف انجل 2، نخلي دي 1 ودي ايه؟ ودي 2. طيب ان بوست ترينجلز، الترينجل الصغير ده والترينجل الكبير ده، الانجل سي كومون. طالما الانجل سي كومون يبقى لازم التو انجلز دول يبقوا زي التو انجلز دول. يبقى ان بوست ترينجلز ام سي ان والاكس سي واي، السي is common. يبقى زين الميجر اوف انجل 1 بلس الميجر اوف انجل 2 هت ايكوال معانا الميجر اوف انجل ان بلس الميجر اوف انجل ام. وانا عندي 1 ايكوال 2 وان ايكوال ام، يبقى ممكن اقول زين ان الميجر اوف انجل مثلا ام هت ايكوال الميجر اوف انجل 1، والاثنين دول في وضعيه الكورسبوندنج، يبقى الاكس واي بارلل مين؟ الام واي. مساله جميله وبتراجع على حاجات كتير من الماضي في وقت واحد، الباريلوجرام والايزوسلس والكونجرونس، فمساله حلوه. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2. الليسون كله بوجه عام بيتكلم حوالين ان التانجنت لازم يكون بيربنديكولار على الراديوس، ويبقى هي دي المعلومه الثانيه اللي هنضيفها للمعلومه اللي خدناها في ليسون 1، اللي هي اللاين سيجمنت اللي وصل ما بين السنتر بتاعت السيركل والميد بوينت بتاعت الكورد بيربنديكولار تو ايه؟ تو ايه. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.